دلوقتي نتفليكس رمت علينا قنبلة من كام يوم، وهو ان الموسم الخامس لمسلسل لاكاسا دي بابيل هو الاخير. في الفيديو ده باختصار هنمشي مع بعض في الاسباب المحتملة وكمان نظريات اللي اصبحت متاحة بعد الاعلان ده وسياق الاحداث بقى، وصدقني هتتفاجئ من الممكن يحصل. طبعا نهاية المسلسل هو شيء كان غير متوقع شوية من الفانز، وخصوصا الناس اللي بتحب المسلسل بشكل مش عادي، ولكن حقيقي انا شايف ان الموضوع منطقي جدا وكان متوقع، لان الخوف من استغلال نتفليكس لنجاح المسلسل الهائل، وزي ما بنقول بالبلدي هتفضل تحلف فيه لغاية ما توصل لمرحلة ان المسلسل نفسه بقى بايخ وهيضيع القيمة للمسلسل عملها، ودي حاجة ارفع القبعة نتفليكس عليها، وخصوصا انها مش من عاداتها انها تسيب عمل ناجح كده بدون سبب. انا محمد مصطفى واحب ارحب بيك في سينما باكس. لو مش مهتم بالسبب تقدر تتخطى الوقت اللي هيظهر قدامك على الشاشه دلوقتي، هينقلك للنظريات على طول، او هتلاقي تحت في وصف الفيديو اضغط عليها هيبعتك لسكشن نظريات. مسلسل ماني هايست نزل في منتصف عام 2017، وكان واحد من المفاجآت الكبيره، والنجاح والارقام اللي عملها من المشاهدات كانت خرافيه، وكانت هي السبب الوحيد في تكمله المسلسل واستمراره معانا لغايه الموسم الرابع ووجود كمان موسم خامس. ولكن مع استمرار المسلسل وتصريحات الكتاب اللي كانت تخوف الحقيقة، وانهم عندهم استعداد يعملوا مسلسلات مشتقة من المسلسل على قد ما يقدروا، واحد من الكتاب قالها صريحة كده انه ما عندوش مانع يعمل مسلسلات مقتبسة لكل شخصية، وطبعا الندم الكبير اللي حسوا بيه بعد ما قتلوا شخصية زي برلين في الاول، وده السبب انهم عملوا له مشاهد فلاش باك كتير على مدار المسلسل. والسبب اللي برضه من كام يوم بدون اي مقدمات طلع خبر ان برلين نفسه راجع، معرفش بقى قصدهم فلاش باك برضه ولا هيرجع، لان على حد ما اعرف ده مش مسلسل خيال علمي. ممكن يقول لك مثلا الطلقات جت في البدله الواقيه للرصاص، لو تفتكر بعد الموسم الاول كانت انتشرت النظريه دي ان ممكن يرجع والكلام ده، بس المشهد ده اظن كلنا شفناه، ما اعتقدش ان حد هيطلع عايش منه يعني، ده غير ان عدى 4 مواسم. طبعا انا بحب شخصيه برلين جدا وما عنديش مانع، بس كده هو استخفاف بعقل المشاهد، عارف زي الاطفال كده اللي هو بيشوف انت عايز ايه وهيراضيك. لو كملوا في موضوع الفلاش باك تمام، بالنسبه للفانز هو ما سابش المسلسل، ما دام بشوفه في فلاش باك فالممثل نفسه انا شايفه وشايف شخصيته. نيجي بقى لسبب انتهاء المسلسل. طبعا ممكن يكون في اسباب كتير جدا، وكل شخص ممكن يشوف الموضوع بوجهه نظر مختلفه. ممكن تبص لها من ناحيه ان حصل خلاف في الاتفاقات، ما قدروش يوصلوا لاتفاق مثلا معين مع حد من الطاقم، مع الكتاب، مع ايا كان. ولكن بالنسبه لي شايف ان اعرف سبب لنهايه المسلسل هو ان نتفليكس واخيرا لاول مره في تاريخها عرفت قيمه عمل ليها ومش عايزه تخربه، وخصوصا ان المسلسل ده هو انجح عمل اصلي لنتفليكس لوقتنا الحالي، ارقام المشاهدات اللي بيعملها خرافيه ومدى انتشاره على مستوى العالم كبير بطريقه مرعبه. في مثلا عندك مسلسل ذا ويتش، على الرغم من الانتاج العالي جدا وشهره اصلا القصه قبل ما تتعمل، وجود لعبه مكونه من 3 اجزاء هي واحده من اشهر العاب في التاريخ، وكمان بطوله هنري، ما عملش نص الارقام اللي عملها لاكاسا دي بابيل. يعني مسلسل له اصلا قاعده جماهيريه، وممثل كبير زي هنري عامل دور سوبرمان له قاعده جماهيريه هو كمان، وكمان المسلسل باللغه الانجليزيه اللي هي لغه عامه بين كل العالم، ما قدرش يحقق نجاح مسلسل باللغه الاسبانيه وبطاقم تمثيل ما كانش حد يعرف عنهم اي حاجه قبل المسلسل ده. فسواء كنت من فانز المسلسل او لا، بعيدا بقى عن الهيصه اللي بتشوفها على الفيسبوك، وهو حقيقي اخر مكان تاخد منه راي في اي حاجه، المسلسل ناجح وده بكل حاجه مش بارقام بس، ارقام وقصة كويسة، دراما مبنية صح، شخصيات اختيارها اكتر من مثالي على الرغم من عدم معرفة العالم بوجودهم، المسلسل فعلا ناجح. ما تاخدش كلامي بقى على ان انت من الداي هارد فانز المسلسل وطلع تطبل، صدق او لا تصدق المسلسل ده انا لسه شايفه السنة دي من كام شهر، وده بسبب الهيصة اللي كانت عليه اللي خلتني اتقفلت منه بطريقة بشعة، وده كان سبب اني فضلت راكن المسلسل دي لغاية السنة الحالية، وقلت انا هديله بقى فرصته المسلسل خلاص زيه زي بقى اي مسلسل، ما عادش فيه هيصة، ما عادش فيه ناس هتخنقك منه. وحقيقي ندمت ندم كبير اني ما عملتش زي ما بعمل من الاول، واديت الحاجة فرصة بعيدا عن كلام الناس. مجرد ما بدأت المسلسل ما قدرتش اوقف وما حسيتش بنفسي غير لما خلصته، وكل ده في ظرف 3 ايام او 4 تقريبا. فانا شايف ان اقرب سبب هو احترام نتفليكس للمسلسل ده. طبعا ممكن بعدين مثلا نعرف من اي تسريب او اي مصدر سبب اخر، ولكن اقرب حاجة للوقت الحالي هو ان خلاص انت شفت العصابة دي بتسرق البنك المركزي في اسبانيا في اكبر سرقة في تاريخهم، والسرقة التانية بتاع الذهب اللي خدعوا فيها مش مجرد شرطة بس، بل الجيش وتهديد الوزارات وتنزلهم عن مبادئهم، وان ما بقاش همهم الاول والاخير ان هم يفضلوا غير معروفين. فالمسلسل كل العوامل الكبيره اللي فيه يعتبر خلاص، اي حاجه بعد كده هتبقى مط في الاحداث، غير موت شخصيه نيروبي كمان اللي هي كانت واحده من اقوى شخصيات بعد برلين في العصابه، فكل حاجه كانت بتقول ان خلاص المفروض نهدى شويه بقى ونحط حد للمسلسل. طبعا اي حد بيتابع اي مسلسل بيبقى متعلق بيه ما بيتمناش انه يخلص، ولكن نهايه الحاجه دي بيبقى لمصلحتك قبل اي حاجه، لانك ما تعرفش مع مرور الوقت اصلا وكميه المط في الاحداث اللي هتحصل انت نفسك هتفقد اهتمامك في المسلسل وهيبقى عادي زيه اي حاجه تانية.
نيجي بقى للنظريات واهم حاجه، وهل في تغيير نتوقعه في المسلسل واحداثه والدنيا هتمشي ازاي. طبعا مع الاعلان انه رسميا اخر موسم، فده يفتح بحر من التوقعات والنظريات، وخصوصا ان دلوقتي اي سيناريو اصبح متاح. نيجي لاول حاجه، ودي حاجه حتى في بالي من قبل ما اعرف ان المسلسل هيكون الموسم الخامس والاخير، وهي ان إليشيا سييرا لو خدت بالك في مشهد الاند كريديت سينز هتلاقيها بتغني اغنيه بيلا تشاو. طبعا كلنا عارفين ان الاغنيه هي خاصه باعضاء العصابه بس، وان الاغنيه بتتغنى في اوقات معينه مش في اي وقت. فهل ده احتمال او زي هنت كده ان إليشيا هتنضم للعصابة؟ هتقول انت بتقول ايه يا عم، هي مش كانت في المسلسل مش طايقاهم وكانت بتعمل كل حاجة في مقدرتها عشان تخلص عليهم؟ تمام معاك، ولكن شخصية إليشيا تقدمت لنا في المسلسل كفيلن، وفيلن مش عادي. اه هي تبع الشرطة، ولكن كانت من نوع تاني شوية، النوع اللي ما عندوش قيم اخلاقية مثلا في عمله زي معظم المحققين، بل هي نفسها كانت بتخالف القانون بافعال كتير. طبعا كلنا فاكرين التعذيب بتاع ريو واللي سمعناه منه هو بيحكي، وازاي زرعت جهاز تنصت تحت جلده. فده شخص عنده استعداد يعمل اي حاجه، ومع كشف البروفيسور للعالم اللي هي عملته وتضحيه الحكومه بيها وخيانه كل اصدقائها من الشرطه ليها، فهو ده الوقت المثالي جدا انها لو هتنضم العصابه هتنضم ليهم. تفتكر لو انضمت ليهم هيبقى اسم المدينه المناسب ليها ايه؟ النظريه بقى اللي لو كانت بتقول في الاجواء كده وفي الهواء الطلق واللي اصبحت ممكنه دلوقتي، وهي موت البروفيسور. طبعا بعد نهايه الموسم الرابع والمشهد بتاع إليشيا وهي زنقه البروفيسور في الركن البعيد الهادي كده ورفع عليه مسدس، ناس كتير قعدت تقول انه هيموت، وده بيني وبينك كان بعيد كل البعد، كان الموضوع ريديكولس شويه، وخصوصا اننا ما كناش لسه عارفين ان المسلسل هينتهي. بل كان في حاجه كده لذيذه عدت في بالي، هو ان المحققه إليشيا هتيجي قدام البروفيسور في المشهد ده في الموسم الجديد ويحصل لها ووتر بريكنج سيتويشن، اي واحده حامل بتيجي في اخر الحمل وتلاقيها بتقول ماي ووتر بروك، وده خلاص انها على مشارف الولاده. تخيل كده تيجي قدامه وهي ماسكه المسدس يحصل الموقف ده، هيبقى المعنى الحقيقي لكارما از ا بيتش. طبعا مش اذكى سيناريو في العالم، ولكن حقيقي هيبقى ميم ماتيريال تحفه. بس بعد اعلان نهايه المسلسل صعب انه يبقى اخر موسم ويبدا بانه يقتلك البروفيسور، الا لو نتفليكس ناوي تتحدى العالم بقى، بس احتمال بعيد ولكن مش مستحيل. طبعا اكيد واخد بالك ان طوكيو هي اللي بتحكي لنا المسلسل، يعني المسلسل كانه قصه بتتحكي واحنا بنسمعها من طوكيو. مع نهاية المسلسل دلوقتي لو انت بتركز قوي في التفاصيل ولو خدت بالك من مشاهد الفلاش باك لما نيروبي كانت بتترحب بالطريقة المعتادة للمسلسل لأي حد بيموت، لو خدت بالك في المشاهد اللي قدامك على الشاشة دلوقتي في المشهد الحقيقي ومشهد الفلاش باك، هو ان المشاهد متشابهة جدا، فده بيطرح نظرية كلها بلح، وهو ان كل الشخصيات اللي موجودة في الفلاش باك هتموت، ولو ده حصل فدي هتبقى من اذكى الحاجات اللي اتعملت في المسلسلات في الفترة الأخيرة. تخيل كده لما يكون طول المسلسل بيقول لك مين اللي هيموت وانت مش واخد بالك. في احتمالين في رأيي، وهو يا كله هيموت وطوكيو هي الوحيدة الناجية وبتحكي بقى القصة سواء من السجن أو من مكان الهروب، أو البروفيسور هيموت والعصابة هتسلم نفسها وطوكيو برضو هي اللي بتحكي لنا من السجن أو مثلا من مكان الإعدام، وخصوصا عصابة زي دي لو مسكوها هيتأكدوا إن هم هيخلصوا عليها، أكيد مش هيسجنوهم بس، أو بقى لو نتفليكس ناوية تتحدى كل المشاهدين وكل الشخصيات هتموت بدون استثناء، طوكيو زي بتحكي لك اللي حصل وهي بتطلع في آخر أنفاسها. طبعا بعد اعلان نهايه المسلسل نظريات موت الشخصيات بقت قريبه جدا للواقع كتير، خصوصا ان هروبهم المره دي شبه مستحيل. في المره الاولى موضوع الحفر والهروب كان كويس وكانت خطه محكمه وتخطيط كبير، ولكن صعب تعمل نفس الخدعه مرتين، وخصوصا المره دي مش الشرطه بس، المكان متحاصر من الجيش والشرطه، ده غير اطنان الذهب اللي المفروض يهربوا بيها، فالموضوع بعيد عن الاحتمالات شويه. بس طبعا البروفيسور دايما بيبهرنا بخططه، مع تعاطف الشعب معاهم وانه في صفهم مش في صف الحكومة ممكن يستغل الذهب ويحصل على مساعدات خارجية، وطبعا كل ده هيتحدد بشكل اكتر لما نعرف مين اللي هيبقى مسؤول في الشرطة الموسم الجاي، الفيلان يعني بتاع الموسم الجديد اللي هيخلي الموضوع اوضح وازاي هيتم التعامل معاه، لان لو هيموتوا الشخصيات كلها او حتى كام شخصية صعب تبقى جوه البنك، طريقة مبتذلة شوية، بل لازم هيقدموا دراما في الموسم الاخير هتفضل خالدة في اذهان المشاهدين. طبعا امنيتي الوحيدة بس من نتفليكس، ارجوكم الراجل ده لازم يموت، ارطور الرومان لازم يموت، عشان انا بشوفه حقيقي ببقى عايز اعدي من الشاشه اقتله بايدي. وبكده يبقى وصلنا للنهايه. طبعا زي ما انت شفت الموضوع مش سهل، سيناريو الاحداث صعب تتوقعه 100% صح لوجود احتمالات كتير، ولكن الاكيد 100% انه هيبقى موسم للتاريخ. شاركني بنظرياتك الجميله واللذيذه برضو، لو عندك حاجه معينه حابب تضيفها او لو في حاجه شايف انها ممكن تحصل تحت في التعليقات. لو عجبك الفيديو متنساش بقى تعمل لايك سبسكرايب وتفعل جرس الاشعارات عشان يوصلك الفيديوهات الجديدة. وبس كده، هو ده الفيديو، اشوفك في المرة الجاية بإذن الله.